أهلا بكم درس جديد من دورة تعلم Programming Advanced برمجة المسيرات. رأينا وبينا في الدرس الماضي كيف نستطيع القيام بالانتقال بين المحطات، فانتقلنا من هذه المحطات في هذا المكان إلى هذه المحطات، وذلك نسبة للخطوتان. فالخطوة الأولى أن نقوم بالانتقال نحو اليسار، ومن ثم الانتقال نحو الأمام بهذه الزاوية القائمة. أما ما سوف نقوم به في هذا الدرس هو القيام بالانتقال بشكل مباشر عن طريق هذا الخط المائل بما يكون الوتر لهذا المثلث، وسوف نرى في هذا الدرس كيف نستطيع القيام بذلك نسبة لهذه المعلومات التي قمنا باستنتاجها في الدرس الماضي. فإذا أردنا مثلا هنا القيام بتحليل المسألة، فلنفترض أن هنا المحطة الأساسية الخاصة بالدرون الخاصة بالمسيرة، ونريد القيام بالانتقال لهذه المحطة. فما قمنا به في الدرس الماضي هو القيام بالانتقال نحو اليسار، ومن ثم القيام بالانتقال نحو الأمام، وذلك بزاوية قائمة. ونعلم أن هذه الثتة تساوي 90 درجة. وقمنا بحساب قيم هذه الأضلاع وذلك بطريقة تجريبية وهي الـ A والـ B. أما ما سوف نقوم به في هذا الدرس هو كيف نستطيع القيام بذلك بخطوة واحدة عن طريق هنا هذا الخط الواصل، والذي سوف نقوم بتسميته C. فنرى هنا كيف تشكل لدينا مثلث قائم وتره C، والضلعان القائمان هما A و B. فهنا لدينا هاتان زاويتان أيضا ألفا وبيتا. نعلم مسبقا أن زوايا كل مثلث سوف تكون مساوية ل180 درجة، وبما أن ثيتا تساوي 90 درجة نستنتج من ذلك أن ألفا وبيتا تساوي 90 درجة. هذه المعلومة الأولى. وأيضا نستطيع القيام بحساب سي نسبة إلى فيثاغورس القوانين المثلثية، وذلك بالاعتماد على A و B. بما أن قيمة A و B معلومة، فنستطيع القيام بحساب سي نسبة لهذا القانون، والذي يساوي الجذر التربيعي لقيمة A مربع زائد B مربع. وبما أن A و B كما قلنا معلومة، فنستطيع القيام بحساب C. ولكن بقي علينا القيام بمعرفة ما هي زاوية الانحراف. فهذه هي المسافة التي علينا القيام بقطعها من هذه النقطة إلى هذه النقطة، من هذه المحطة إلى هذه المحطة. ولكن ما هي زاوية الانحراف؟ فهنا عندما قمنا سابقا بالانتقال نحو اليسار، فانتقلنا بزاوية 90 درجة. ولكن هنا علينا القيام بالانتقال بزاوية مناسبة لهذا الخط. فإذا أردنا القيام بحسابها، أولا نقوم برسم خط موازي لـ B، وفعليا نريد القيام بالانتقال نحو اليسار بهذه الزاوية، أي فعليا بزاوية ألفا برايم، والتي سوف تكون مساوية لقيمة ألفا لأنهما متناظرتان، لأنه كما أسلفنا ألفا وبيتا تساوي 90 درجة، وألفا برايم وبيتا أيضا تساوي 90 درجة. فهنا إذا أردنا القيام بحساب ألفا برايم، ما علينا سوى القيام بحساب قيمة ألفا. فهنا نستطيع القيام بحسابها نسبة إلى القيم المثلثية، سواء كانت الكوساين تجيب الزاوية، والساين جيب الزاوية، أو التانجن الضلع. فهنا الخطوة الأولى أن نقوم بتعريف الأضلاع المقابلة والمجاورة لألفا. فالضلع المقابل لألفا هو A، وعلميا يسمى opposite، بينما بالنسبة للضلع المجاور لألفا فهو B ويسمى adjacent. وهنا لدينا هذا الوتر والذي يسمى hypotenuse. فإذا أردنا القيام بحسابها نسبة إلى الكوساين مثلا، فكوساين ألفا يساوي المجاور على الوتر adjacent تقسيم hypotenuse في تقسيم C، بينما بالنسبة للساين فسوف يكون مساوي للمقابل على الوتر A تقسيم C. أما إذا أردنا القيام بحسابها نسبة إلى التانجنت وهو الظل يساوي جيب الزاوية الساين تقسيم تجيب الزاوية الكوساين، فالساين تقسيم الكوساين سوف تساوي A تقسيم B. ونسبة لهذه المعطيات نستطيع القيام بحساب الزاوية، وأيضا نستطيع القيام بحساب قيمة C. وهذا ما سوف نراه في الدرس القادم بتطبيق عملي على درون، لنرى نسبة لهذه المعلومات كيف نستطيع القيام بحساب هذه المجاهيل، ونرى كيف يمكن هذه المسيرة من الانتقال مباشر بخطوة واحدة من هذه المحطة إلى هذه المحطة نسبة لهذه المعلومات وهذه المعطيات. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.